ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم. انت بتزعط ومش عامل. فان شاء الله لو العمر بقية هبنزل المسابقة دي مرة تانية على القناة. وقبل ما نبدأ ياريت مننساش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نذكر الله لا إله إلا الله، ومننساش نعمل لايك وشير ومتابعة للقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد القناة. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائنا مشاهدينا ومتابعينا على القناة. دلوقتي بقول لكم مبروك علينا 20,000 متابع. كل ده بسبب جهدكم ودعمكم ليا المتواصل، وبحب أشكر كل شخص قال لي كلمة حلوة في القناة حتى لو كانت صغيرة. كل ده بيدي دفعة ليا وبيخليني استمر في القناة وافضل قوة ابدأ اكون معاكم في كل لحظة. وقبل ما نبدأ ياريت ما ننساش الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وان نذكر الله لا اله الا الله. وحابب انوه ان عندنا قناة او صفحة على الانستجرام، هحط لكم رابط الفيديو في الوصف تحت. بنعمل عليها مسابقات كتيرة وبنعمل ألعاب، وإن شاء الله هنعمل كذا حوار كده في الانستجرام عشان ما نملش من بعض ولا نزهق من بعض، وبيكون في تواصل مع بعض. وأي حد عنده مشاكل، عنده حاجة في مشكلة في اللايت روم، الإصدار الفلتر مش شغال ليك، أي حاجة أنتوا بتتكلموا فيها وفي مشاكل ممكن تكلمونا على الصفحة دي، وإحنا إن شاء الله مع بعض هنحل المشكلة وبتشرف فيكم في أي وقت. طبعا ما ننساش اللايك والشير والمتابعة والدعم والحركات ديت، لان احنا عايزين نكمل ونوصل لمئة الف او مليون. كل ده بيكم ان شاء الله. يلا بينا يلا بينا. بعد ما استمتعنا بمشاهدة نماذج البيفور اند افتر للفلتر، هنبدأ بالإيديت وهنروح على صفحة البروفايلز. هندوس على كلمة فيفوريتس او السهم اللي جنب كلمة فيفوريتس، هيظهر لك قائمة، هنختار ارستيك ومنها هنختار ارستيك 4. هندوس على علامة الصح ونروح على الإضاءة. هنخلي الاكسبوجر موجب 2/10، الكونتراست هنخليه موجب 6، والهايلايت سالب 38، والشادو هنخليه سالب موجب 74، الوايتس هنخليه سالب 32، وفي الاخير البلاك هنخليه سالب 4. هنسيب الكيرف ونروح على صفحة الاضاءة الالوان. هنخلي التمب موجب 11، التنت هنخليه سالب 25، هنزود الفيبرانس او الالوان لموجب 20، والستريشن هنخليه موجب 10، وهنفتح صفحة الميكس. اول لون معانا هو اللون الاحمر، هنخلي الهيو
موجب أو سالب 23 أنا آسف. والساتوريشن هنخليه موجب 100. هنروح اللون اللي بعده اللون البرتقاني، نخلي الساتوريشن سالب 4 والليمنانس موجب 16. هنروح اللون الاصفر، هنخلي الهيو سالب 83. والساتوريشن موجب 26. والليمنانس هنخليه زي ما هو صفر. هنروح اللون الاخضر، هنخلي الهيو سالب 31. طبعا ما فرقتش الواحد او الناقص او زيادة في موضوع الالوان. هنخلي الساتوريشن 33. هنروح على اللون اللي بعده هو اللون السماوي، هنخلي الهيو 100 والساتوريشن سالب 45. والليمنانس هنخليه صفر. هنروح على اللون الازرق، هنخلي الهيو سالب 34 والساتوريشن 43. هنروح اللون البنفسجي او اللون البيربل، الساتوريشن موجب 8 والليمنانس موجب 4. نفس النظام في الساتوريشن، هنا موجب 4 والليمنانس سالب 6. كده انتهينا من صفحة الالوان. هنروح على صفحة الديتيلز، هنخلي التكتشر سالب 6 والكلاريتي هنخليه موجب 20 والفينتا هنخليها سالب 20. ونروح على الصفحة اللي بعدها وهي صفحة الافكت، هنخلي الشارب موجب 16 والنويز ريدكشن هنخليه موجب 20. والكلر نويز ريدكشن هنخليه موجب 25. وتعال نشوف الفلتر قبل وبعد، هتلاقي الالوان زادت درجة وبقت جمال اكتر. وعلى كده بقى في كل الصور، حتى الصور البورتري او صور اشخاص، الفلتر ده هيليق بنسبة 80% على جميع الصور او على معظم الصور اللي موجودة اللي انتوا حضراتكم بتتصوروا فيها. وبكده نكون انتهينا. ما ننساش نعمل متابعة للقناة على اليوتيوب ونفعل زر الجرس ليصلك كل جديد القناة. وصفحة الانستجرام انا موجود فيها دايما ومنتظر اسئلتكم وكل حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.